بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى الفرق بين جوغي 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 دي جوغي دي جوغي دي لا فيغيتي أو مثلا جوغي بزوي دو نومبروز بروف pour m'en convaincre. جوغي بزوي دو نومبروز بروف pour m'en convaincre. هنا جوغي بدون S. ثم عندنا جوغي S. إذن ما هو الفرق بين هاد العبارات؟ إذن ما هو الفرق بين جوغي 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 دي لا فيغيتي ou bien j'aurais besoin de nombreuses preuves pour m'en convaincre. Ou j'aurais besoin de nombreuses preuves pour m'en convaincre. في الحالة الثانية aurait نكتبه بS. أولا علينا أن نتفق بأن j'aurais بدون S هذا c'est la conjugaison du verbe avoir au futur simple. C'est la conjugaison du verbe avoir au futur simple. أقول ماذا؟ أقول j'aurais tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. طبعا عندما نتكلم على الverb avoir طبعا نتكلم على هذا الفعل عندما يكون متبوعا باسم. عندما نستعمل هذا الفعل لوحده المقصود اننا نحتاجه هو بالذات يعني اننا نحتاجه هو بالذات لكي نبلغ من خلاله معنى معين طبعا متفق عليه لغويا. جوغي بزوا عندما أقول جوغي بزوا يعني أنا ستكون لي حاجة. كما لو أقول مثلا جوغي دو لارجون جوغي دو لارجون يعني أنه سيكون لي من المال. أو جوغي إن ميزون يعني أنه سيكون لي منزلا إلى آخره. إذا نتكلم عن هاد جوغي طبعا تماما كما نتحدث عن لو فيرب أفواغ في البريزون جي بزوا أنا عندي الآن حاجة إلى آخره. إذا نقول جوغي كما قلنا تي اورا انت سيكون لك او انت سيكون لك الى اخره. نتكلم عن هذا الفعل عندما يكون متبوعا باسم. لكن عندما يكون متبوعا بفعل اخر من اجل المساعده في الصرف اذا هنا يستعمل هاد لو فيرب افوار كوم اوكسيليير. اذا طبعا هنا في حاله لو فيتور اونتيريور ساستعمل لو فيرب افوار ولكن هنا سيكون كوم اوكسيليير سيكون هنا فقط كمساعد. اذا طبعا هنا سناخذ من الفعل المقصود او الفعل المستهدف اللي هو لو فيرب دير سناخذ منه فقط لو بارتيسيب باسي. طبعا في كل زمان مركب في اللغه الفرنسيه الا ويكون عندنا لوكسيليير يا افوار كما في حالاتنا او في حالات اخرى ممكن اننا نجد لوكسيليير اتر يا اما اننا نجد لوكسيليير افوار كما في حالاتنا أو نجد لوكسيليير اتر كما في حالات أخرى. يتبع هاد لوكسيليير لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل المستهدف طبعا لكل فعل في اللغة الفرنسية إلا وله بارتيسيباسي خاص به. مثلا لو فيرب متر لو بارتيسيباسي الخاص به هو مي. لو فيرب دير لو بارتيسيباسي الخاص به هو دي. إذا ممكن أننا نستعمله في لو باسي كومبوزي بعد افوار أو اتر في البريزون. أننا نصرف لوكسيليير أفوار أو لوكسيليير إتر أو بريزون ثم نضع بعده لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل. إذا أقول جي دي جي دي أنا قلت ليفيد هذا المعنى بأن الفعل تم في الماضي. مثلا لو فيرب بارلي طبعا بارلي جميع الأفعال التي تنتهي بـ إر طبعا تكون على هد النحو. مثلا لو فيرب بارلي إذا أقول جي بارلي أنا تكلمت. استعمل لوكسيليير افوار في البريزون ثم انه يتبع بلو بارتيسيباسي الخاص بالفعل وهكذا. اذا هنا نتحدث عن لوكسيليير افوار في لو فيتور. لكن الصرف الاخر اللي هو جوغي طبعا باس نتكلم هنا عن لو كونديسيونيل بريزون. اقول جوغي تي اوري. اما في الاخرى ماذا نقول؟ اقول تي اورا. هنا اقول تي اوري ثم اقول إل اوري. أما في لو فيتور سامبل أقول إل أورا. إذن أقول جوغي تي أورا إل أورا في الفيتور سامبل. أما في لو كونديسيونال بريزون أقول جوغي. إذن هنا في النطق يتفقان في النطق مع جو لكن كتابة في لو كونديسيونال بريزون نضيف إس في النطق أنهما متشابهان مع جو لكن مع تي ومع إل أقول تي أوري إل أوري في لو كونديسيونال بريزون. أما في لو فيتور سامبل أقول تي أورا إل أورا إلى آخره.
ثم عندنا نوزوريون في لو فيتور سامبل نقول نوزورون ان تقال هكذا عاديه نوزورون اما في لو كونديسيونيل بريزو كما قلنا نقول نوزوريون ثم فوزوري اما في لو فيتور سامبل فنقول فوزوري فوزوري اذا كما قلنا في لو كونديسيونيل بريزو نقول فوزوري ثم ايلزوري ايلزوري طبعا في لو كونديسيونيل بريزو لو فيرب افوار او كونديسيونيل بريزو مع il avec s نقول ils auraient ils auraient اما في لو فيتور سامبل نقول ils auront اذا هذا الفرق بين صرف لو فيتور سامبل ثم لو كونديسيونيل بريزون الخاص بلو فيرب avoir اقول مثلا جي بزوان دو طونيد اذا انا عندي حاجه لمساعدتك جي بزوان دو طونيد اذا جي بزوان دو طونيد انا عندي حاجه لمساعدتك انا احتاج مساعدتك او مساعدتك نصرف لو فيرب avoir au présent ثم اقول j'aurai besoin de nombreuses preuves pour me convaincre j'aurai besoin انا ربما احتاج طبعا هنا تنشوفوا بان لو فيرب avoir مصرف في لو كونديسيونيل présent لان aurai تنتهي بs وليست بi إذن أقول j'aurai besoin de nombreuses preuves pour m'en convaincre ربما أنني أحتاج مجموعة دلائل pour m'en convaincre لأقتنع بهذا إذن طبعا لو كونديسيونيل بريزو كما تلاحظوا من ضمن الأدوار الخاصة به أنه يفيد الشك إذن j'aurai besoin أنه يفيد بأن الأمر غير متأكد منه. إذا j'aurai besoin de nombreuses preuves pour m'en convaincre. أنا ربما أحتاج مجموعة دلائل لكي أقتنع بهذا. إذا عندنا بعض الأفعال quelques verbes بعض الأفعال au conditionnel présent في le conditionnel présent. مثلا نأخذ le verbe avoir الذي رأينا قبل قليل كما قلنا نقول j'aurai, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. ثم مثلا لو فيرب اتر اقول جو سوري تي سوري il سوري nous serions vous seriez il سوري علينا الا نخلط ايضا هنا بين لو فيرب اتر او كونديسيونيل بريزون وبين لو فيرب اتر او فيتور سامبل طبعا في الفيتور سامبل اقول جو سوري تي سورا il سورا nous serons vous serez il سورون جو سوري تي سورا il سورا nous serons vous serez il سورون هذا لو فيتور سامبل الخاص بفعل être اذا سي لا كونجيغيزون دو فيرب اتر او فيتور سامبل اما في لو كونديسيونيل بريزون ماذا نقول جو سوري تي سوري لا اقول تي سورا اقول تي سوري il سوري لا اقول il سورا ثم نو سوريون لا نقول نو سورون فو سوريي تماما مثل الصرف الذي راينا قبلا يعني اننا ناخذ لو راديكال دو فيرب او فيتور سامبل بلس les terminaisons de l'imparfait plus les terminaisons de l'imparfait يعني اننا ناخذ لو راديكال يعني اصل الفعل طبعا نتكلم على الاحرف التي لا تتغير نتكلم هنا على الاحرف التي لا تتغير هي التي سناخذها هنا في لو كونديسيونيل بريزون لكن بدل ان نضيف لها لي تيرمينيزون الخاصه بالفيوتشر سامبل اذا نضيف لها بدل هذا لي تيرمينيزون دو لامبارفي طبعا لي تيرمينيزون دو لامبارفي هي AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIONT. إذن هذه هي لترمينيزون الخاصة بالامبارفي. أولا نأخذ لو راديكال دو فيرب أو فيتور سامبل. طبعا لو فيرب إتر أو فيتور سامبل نقول جو سوري. إذن عندنا S, E, R. إذن هذه الأحرف هي لو راديكال ثم بلس AI في لو فيتور سامبل. سنحذف هذه AI. نضيف لها AIS مع تي نضيف لها AIT مع إيل نضيف لها IONS مع نو نضيف لها IOZ مع فو ثم نضيف لها AIONT مع إيل avec S مثلا لو فيرب شونتي طبعا في لو فيتور سامبل نترك الفعل كما هو ثم نضيف له لا تيرمينيزون دو فيتور سامبل مثل الأفعال التي تنتهي بأر طبعا لو فيرب الانفينيتيف يمكن أن تعتبر كغاديكال كأصل الفعل كجدر الفعل
لو فيرب شونتي او فيتور سامبل اقول جو شونتري تي شونترا طبعا يبقى الفعل كما هو ثم نضيف له لترمينيزون il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront طبعا في لو كونديسيونيل بريزون طبعا نضيف لهاد لو راديكال نضيف له ا اي اس اقول je chanterai ثم نضيف له ا اي اس نقول tu chanterais ثم نضيف له ا اي تي نقول il chanterait elle chanterait ثم نضيف له اي او ان اس نقول nous chanterions ثم نضيف له اي او زد نقول vous chanteriez ثم نضيف له ا اي او ان تي نقول il chanterait elle chanterait اذا هذا لو فيرب شونتي ثم مثلا لو فيرب فينير طبعا سنبحث عن لو راديكال دو سو فيرب او فيتور سامبل طبعا اقول جو فينيري نحذف ا اي ثم نضع مكانها ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي اذا اقول جو فينيري tu finirais il finirait elle finirait nous finirions vous finiriez il finirait ثم لو فيرب aller اذا طبعا سنبحث عن لو راديكال دو سو فيرب la conjugaison du verbe aller au futur simple qu'est-ce qu'on dit on dit j'irai tu iras il ira nous irons vous irez ils iront طبعا في لو كونديسيونيل بريزون نقول j'irai tu irais il irait nous irions vous iriez ils iraient مثلا لو فيرب venir اقول je viendrai tu viendrais il viendrait nous viendrions vous viendriez il viendrait طبعا بنفس الطريقه ناخذ لو راديكال دو فيرب venir au futur simple plus la terminaison de l'imparfait طبعا la conjugaison du verbe venir au futur simple نقول je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront اذا طبعا ناخذ لو راديكال دو فيرب venir au futur simple ثم نضيف له لا تيرمينيزون دو لامبارفي مثلا لو فيرب فير طبعا au futur simple نقول je ferai اذا طبعا ينتهي باي اذا طبعا سنحذف هاد اي ثم نضيف مكانها بقيه لا تيرمينيزون دو لامبارفي اذا اقول je ferai tu ferais il ferait nous ferions vous feriez il ferait نفس الشيء مع لو فيرب voir هنا ماشي avoir ماشي المساعد avoir طبعا الفعل اللي تيكون بعد مرات مساعد هنا تنتكلموا على لو فيرب voir اللي هو فعل رأى طبعا في لو فيتور سامبل نقول جو فيغي انا سأرى طبعا هنا سأقول جو فيغي ربما أرى جو فيغي tu verrais il verrait nous verrions vous verriez il verrait ايضا لو فيرب prendre في لو فيتور سامبل اقول جو بروندري طبعا في لو كونديسيونيل بريزون نكمل على هذا الصرف نقول جو بروندري تي بروندري il prendrait nous prendrions vous prendriez il prendrait طبعا لو كونديسيونيل بريزون كما قلنا في بدايه الحلقه جوغي دي لا فيريتي ماذا يكون هذا الصرف جوغي سي لو فيرب avoir au كونديسيونيل بريزون زائد لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل دير هنا ما عدناش لو فيتور انتيريور ما عدناش لو فيتور انتيريور يعني اننا نتكلم عن حدث ياتي في المستقبل قبل حدث اخر نذكره ايضا في المستقبل اذا هنا عندنا جوغيدي اذا عندنا لو بارتيسيباس الخاص بفعل دير مسبوق بهاد لوكسيليير افوار او كونديسيونيل بريزون إذن هذا يسمى لو كونديسيونيل باسي يسمى لو كونديسيونيل باسي إذن لو كونديسيونيل باسي الخاص بفعل دير فبدل أن نصرف لو فيرب دير أو كونديسيونيل بريزون لا هنا نصرف لوكسيليير هو الذي يصرف في لو كونديسيونيل بريزون ثم الفعل الذي نريد أن نصرفه في لو كونديسيونيل أننا نأخذ منه فقط لو بارتيسيب باسي إذن فأقول J'aurais dit la vérité. كنت سأقول الحقيقة. كنت سأقول الحقيقة. إذن قبل أن نرى لو كونديسيونيل باسي نرى أولا استعمالات لو كونديسيونيل بريزون. إذن أو بريزون دي كونديسيونيل إذن نتكلم هنا عن لو كونديسيونيل بريزون بمعنى آخر أو بريزون دي كونديسيونيل إذن بمعنى آخر نتكلم عن لو كونديسيونيل بريزون أو بريزون دي كونديسيونيل
لو في اكسبريمي ني با سيغتان. اذا نتكلم عن الحدث المعبر عنه ني با سيغتان، ليس مؤكدا، ني با سيغتان يعني المقصود انه مشكوك فيه. إلي سومي، طبعا نتكلم عن لو فيرب سوميتر فعل اخضع، هنا عندنا إلي سومي يعني هو الذي يخضع. إلي سومي يعني انه يكون خاضع ا ان كونديسيون لي شرطين ا دي ريزيرف ولتحفظات. هاد الشرط وهاد التحفظات سوفون اكسبريمي ا لامبارفي، يكون معبر عنها بفعلين ولكن ا لامبارفي. اقول مثلا سي جو لو سافي، سي جو لو سافي، هنا عندنا لو فيرب سافوار مربوط بهذا سي، مربوط بهذا الشرط الذي تحدثنا عنه قبل قليل. اذا قلنا إلي سومي ا ان كونديسيون يعني انه يكون خاضع لشرط. تنتكلموا على لو فيرب دير، جو تو لو ديغي يعني انني ساقوله لك، ولكن متى؟ سي جو لو سافي، لو انني عرفته. اذا هنا عندنا شرط المعرفه، اذا شرط المعرفه هنا معبر عنه بفعل سافوار اللي هو عرف، ولكن في لامبارفي. سي جو لو سافي، لو كنت اعرفه في الماضي. اذا نتكلم هنا على لو فيرب سافوار ا لامبارفي. سي جو لو سافي، لو كنت اعرفه، او اذا انا كنت اعرفه، المقصود لو انني كنت اعرفه. سي جو لو سافي، لو كنت اعرفه جو تو لو ديغي، اذا انا اقوله لك. لو كنت اعرفه لقلته لك، ولكن هاد قلته لك هل هو فعل مؤكد؟ هو غير مؤكد. لماذا هو غير مؤكد؟ لانه راهين بشرط يسبقه، وهذا الشرط معبر عنه بلان بارفي. سي جو لو سافي، لو كنت اعرفه. سي جو لو سافي، لو كنت اعرفه جو تو لو ديغي، انا اقوله لك. ايضا او بريزون دي كونديسيونيل، اذا نتكلم عن لو كونديسيونيل بريزون، لي فيرب اون لو ميم راديكال كو فيتور، وهذا الذي قلناه قبل قليل، يعني ان الافعال لهم نفس الجذر كو فيتور، كما في المستقبل. اذا لي فيرب اون لو ميم راديكال كو فيتور، اذا الافعال عندهم نفس الجذر كما في المستقبل. نتكلم عن لو فيتور سامبل، لي تيرمينيزون نتكلم عن النهايات، سون ايدونتيك يعني انهم شبيهين، سون ايدونتيك يعني انهم شبيهين، يعني المقصود انها تشبه اصيل، انها شبيهه اصيل للاتي دو لامبارفي، لي لامبارفي. طبعا ذكرنا قبل قليل لي تيرمينيزون دو لامبارفي التي تاتي في اخر الفعل. اذا لي تيرمينيزون الخاصه بلو بريزون دي كونديسيونيل سون ايدونتيك يعني انها شبيهه اصيل دو لامبارفي، شبيهه باللاتي نجدها في لامبارفي. لو كونديسيونيل est utilisé pour marquer la politesse. نتكلم عن لو كونديسيونيل بريزون، لو كونديسيونيل est utilisé يعني انه يستعمل pour marquer من اجل الاشاره، la politesse من اجل الاشاره للادب والاحترام. نقول مثلا pourrais-tu me seconder، pourrais-tu me seconder، هل يمكنك ان تزاوجني؟ ما معنى هذا؟ هل يمكنك ان تساعدني؟ أنا أريد أن أقوم بفعل وأحتاج لشخص ثاني. إذا نتكلم عن سوغون يعني ثاني، أقول لو بخومي لو سوغون يعني الأول الثاني، إذا أقول لو دوزيام أو أقول لو سوغون. إذا طبعا من هنا يأتي هذا الفعل سوغوندي، طبعا سوغوندي المقصود به أدي أون طونك سوغون، أدي أون طونك سوغون، أنك تساعد كما لو أنك الثاني، أنك تساعد كالشخص الثاني الذي يبادر لهذه المهمة كما نقول. إذا المقصود به أدي أو بيان أسيستي، إذا هذا لو فيرب سوغوندي، وكما قلنا أنه عنده علاقة بلو سوغون يعني الثاني. إذا هل يمكنك أن تزاوجني بمعنى آخر، أو تتانيني، أن تكون أنت الثاني معي، ثاني شخص معي في هذه المساعدة. إذا بوغيتي نو سوغوندي، إذا بمعنى مختصر هل يمكنك أن تساعدني. هنا عندنا لو فيرب بوفوار أو كونديسيونيل بريزون، أقول بوغيتي نو سوغوندي، ممكن أننا نقول بيتي، بيتي هل يمكنك أو هل تستطيع، ولكنها تأتي في البريزون يعني أن أقل أدبا، ليست فيها رغبة أو طلب. بوغيتي نو سوغوندي،
أتستطيع من فضلك أن تزاوجني؟ المقصود هل تستطيع أن تساعدني؟ طبعا لو كونديسيونيل est utilisé يعني أنه يستعمل pour marquer un conseil من أجل الإشارة إلى نصيحة. Le conditionnel est utilisé aussi pour marquer un conseil من أجل الإشارة إلى نصيحة. نقول مثلا il devrait se mettre à ses devoirs. يجب عليه أن يضع نفسه في واجباته. المقصود عليه أن يهتم بواجباته. Il devrait. عندنا le verbe devoir. قبلا رأينا le verbe pouvoir. Pourrais-tu. هنا عندنا le verbe devoir. توجب. Il devrait. إذن هو يتوجب عليه. أنك تقولها مخففة. وبالتالي فهي نصيحة. Il devrait se mettre. إذن هنا لا تفرض وجودك. لا تقول بأنه يتوجب عليه وهذا الذي أريده. بل تقول بأنه عليه أن يقوم بكذا وكذا. كما نقول كما لو تقول أنه من الأحسن له أن يقوم بكذا وكذا. أنه من الأحسن له أن يقوم بواجباته. Il devrait se mettre à ses devoirs. ثم une suggestion. إذا نتكلم عن اقتراح. ممكن أن لو كونديسيونيل خاصة لو كونديسيونيل بريزون أنه يشير إلى une suggestion. يشير إلى اقتراح. إذا هنا تقترح أمرا ما. تقول أمغيتي. هل تحب؟ إذا هنا لا تفرض نفسك بل هو مجرد اقتراح. أمغيتي. هل تحب aller au restaurant؟ aller au restaurant الذهاب إلى المطعم. ثم un reproche. ثم le conditionnel est utilisé pour marquer un reproche. إذا le conditionnel أنه يستعمل الإشارة إلى un reproche. إذا نتكلم عن un blâme. reproche المقصود به blâme. إذا المقصود به لوم. إذا ممكن أن le conditionnel présent est utilisé pour marquer un reproche. ممكن أنه يستعمل للإشارة إلى لوم. إذا تقول لشخص مثلا tu pourrais arrêter de hurler comme ça. هل يمكنك أن تتوقف عن الصياح هكذا؟ tu pourrais arrêter de hurler comme ça. هل يمكنك التوقف عن الصياح هكذا؟ ثم le souhait. ممكن أنه يقصد به le souhait. le souhait يعني التمني. ومنها لو فيرب سويتي. لو فيرب سويتي يعني تمنى. إذن أقول مثلا جو بريفيري أن فير دو لي. أنا أفضل إن أمكن كما لو نقول. طبعا نتكلم عن لو فيرب بريفيري أو كونديسيونيل بريزون. جو بريفيري أنا أفضل أن فير دو لي. أفضل كأسا من الحليب. ثم أن لو كونديسيونيل بريزون إيت أوتيليزي أوسي بور ماركي Une information non confirmée est utilisée. يعني أنه يستعمل pour marquer لكي يشير une information. يشير إلى معلومة non confirmée غير مؤكدة. non confirmée غير مؤكدة. إذن مثلا نقول ميشيل سورتيري دو لوبيتال بيانتو. إذن ميشيل ربما يخرج. عندنا لو فيرب سورتير أو كونديسيونيل بريزون. عندنا لو فيرب سورتير اللي هو فعل خرجة au conditionnel présent. إذا مصرف الزمن ليفيد ماذا؟ ليفيد بأن هذه المعلومة non confirmée غير مؤكدة. إذا نقول كما قلنا ميشيل سورتيغي دو لوبيتال بيانتو. ميشيل ربما يخرج من المستشفى قريبا. ميشيل سورتيغي دو لوبيتال بيانتو. إذا كما قلنا جوغي دي لا فيريتي. إذا كنت سأقول الحقيقة. إذا كما قلنا عندنا لو كونديسيونيل باسي du verbe dire. On a le verbe dire conjugué en nom مصرف au conditionnel passé يعني في هذا الزمن. J'aurais dit la vérité. إذا المقصود بها كنت سأقول الحقيقة. هل أنا قلت الحقيقة؟ إذا الأمر أنه غير مؤكد. J'aurais dit la vérité. إذا نتكلم عن أمرين غير مؤكد طبعا في الماضي. إذا علينا ألا نخلط ما رأيناه مثلا مع هذه العبارة مثلا une fois que j'aurais dit لا فيريتي. هل عندنا هنا جوري مكتوبة بأس في آخر النهاية؟ طبعا جوري كما نلاحظ أنها مكتوبة بأي وليست بأي أس. نتكلم على ترمينيزون دو لامبارفي مع جو. إذن هنا جوري هذا لو فيتور سامبل دو فيرب أفواغ متبوع بهاد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل دير. وبالتالي هنا نتكلم عن لو فيتور أنتيريور كما قلنا فيما سبق.
بأن لو فيتور أنتيريور أنه يفيد حدثا في المستقبل لكنه يأتي أولا قبل حدث آخر في المستقبل أيضا معبر عنه مثلا لو فيتور سامبل. إذا أقول هنا une fois que j'aurai dit la vérité, بمجرد أنني سأقول الحقيقة. طبعا أولا نتكلم هنا عن حدث يقع أولا. plus personne ولا أحد ne pourra l'utiliser, يمكنه استعمالها. لاحظ هنا لو فيغ بوفوار مصرف في لو فيتور سامبل. لا أحد سيستطيع. متى هنا لا أحد سيستطيع؟ بعدما أنا أقول الحقيقة. بعدما أنا أقول الحقيقة في المستقبل بعد هذا لا أحد سيستطيع. إذن plus personne ولا أحد ne pourra l'utiliser, يمكنه في المستقبل استعمالها. استعمال هذا الموضوع مثلا الذي سأقول عنه الحقيقة كونتخنو. ولا أحد سيستطيع بعد ذلك كما لو نقول لوتيليزي استعماله أو استعمالها كونتخنو استعمالها ضدنا. إذن هاد الأشخاص الآن ما دام أنني لم أقول الحقيقة فهم يستعملون مثلا هاد الأخبار المروج لها ضدنا. ولكن عندما أؤكد الحقيقة سيعرف الناس الحقيقة وبالتالي هؤلاء الأشخاص المروجين للإشاعة مثلا أنهم سيتوقفون ولن يجدوا ما يقولونه. إذن une fois que j'aurai dit la vérité, إذن بمجرد أنني أقول الحقيقة في المستقبل plus personne ولا أحد ne pourra l'utiliser contre nous, يمكن استعمالها ضدنا. إذن لاحظوا الفرق هنا. إذن هنا j'aurai dit هذا le futur antérieur du verbe dire, c'est le futur antérieur du verbe dire. هذا نوع آخر من الصرف في المستقبل. مثلا نقول il le sera quand j'aurai dit. ما المقصود بالعبارة il le sera quand j'aurai dit؟ هو سيعرفه quand j'aurai dit عندما أنا أقول. طبعا هنا أيضا عندنا le futur antérieur. إذن هو سيعرف متى في المستقبل. ولكن متى بالضبط؟ بعدما أنا أقوله، بعدما أنا أقول هذا الأمر. إذن il le sera. طبعا c'est le verbe savoir au futur simple. ماذا نقول؟ أقول je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. وفي هذه النقطة أيضا علينا ألا نخلط بين le verbe savoir وبين le verbe être au futur simple. كما رأينا le verbe être au futur simple. ماذا نقول؟ نقول je serai, tu seras. كما نلاحظ عندنا S متبوع بـ E، أما هنا عندنا S متبوع بـ AE. والصرفان ينطقان بنفس الشكل، يعني أنهم ينطقان بنفس الشكل. الفرق هو هاد AE du verbe savoir au futur simple، على عكس E الخاصة بلو verbe être au futur simple. إذا طبعا هنا أقول je serai، هنا أقول je serai، هنا أقول tu seras، هنا أقول tu seras. هنا أقول il sera، هنا أقول il sera. هنا أقول nous serons، هنا نقول nous serons. هنا أقول vous serez، هنا أقول vous serez. هنا أقول ils seront، هنا أقول ils seront. إذن كما نلاحظ بأن النطق نفسه الفرق هو أن AE في حالة le verbe savoir أنها تعوض بـ E في حالة le verbe être au futur simple. إذن نعود للعبارة il le sera، إذن هو سيعرفه كون جوريدي عندما أنا أقوله في المستقبل. إذن كون جوريدي عندما أنا أقول في المستقبل إلو سوا هو سيعرفه. بمعنى آخر لو كونديسيونيل باسي، إذن لا فورماسيون دي كونديسيونيل باسي، إذن تشكيل لو كونديسيونيل باسي كما رأينا فيما سبق يكون عندنا لوكسيليار إتر أو أفوار أو كونديسيونيل بريزون كما رأينا فيما سبق بلس لو بارتيسيب باسي، بدل أننا نصرف الفعل المستهدف في لو كونديسيونيل بريزون كما قلنا نصرف مكانه لوكسيليار إتر أو أفوار. وبالتالي إتر وأفوار أو كونديسيونيل بريزون سيكون عندنا معروف، ثم نضيف له لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل المستهدف. إذا لوتيليزاسيون دي كونديسيونيل باسي لوسكو لون ني با سور دو لانفورماسيون، بنفس الشكل لوتيليزاسيون دي كونديسيونيل باسي، إذا استعمال لو كونديسيونيل باسي نستعمله لوسكو لون ني با سور،
عندما لا نكون متأكدين دو لانفورماسيون انونسي، عندما لا نكون متأكدين من الخبر المعلن. اذا فورم سوفون يوتيليزي دون لي جورنو تيليفيزي. اذا نتكلم هنا عن شكل لعبارة او صيغة سوفون انها في الغالب يوتيليزي ان تستعمل دون لي جورنو تيليفيزي، ان تستعمل غالبا في الجرائد المتلفزة. اذا المقصود اننا نستعمل هذه الصيغة الخاصة بالكونديسيونيل باسي، طبعا تستعمل كثيرا عند الصحافة في الأخبار المتلفزة. إذن أقول مثلا أن بيس سيرون فيرسي، سيرون فيرسي أن بيس، إذن نتكلم عن الحافلة سيرون فيرسي أنها انقلبت. إذن نتكلم هنا عن لو فيرب سيرون فيرسي، إذن نتكلم عن أن بيس سيرون فيرسي، إذن نتكلم عن حافلة انقلبت. لو شوفور أوغي تخوبي، لو شوفور كما تلاحظ هنا عندنا أوغي، عندنا لوكسيليار أفوار او كونديسيونيل بريزون، ثم عندنا بي اوري بي، عندنا لو فيرب بوار لكن اخذنا منه فقط لو بارتيسيپ باسي الخاص بفعل بوار اللي هو بي. اذا اوري طرو بي انه شرب كثيرا، المقصود انه شرب الخمر كثيرا. لو شوفور اذا نتكلم عن السائق، اوري طرو بي انه شرب الخمر كثيرا. ولكن كما تلاحظوا بان لو فيرب بوار مصرف هذا لو كونديسيونيل باسي ليفيد ماذا؟ ليفيد بان الخبر غير متاكد منه، وبالتالي يصبح المعنى هنا بان السائق ربما انه شرب كثيرا. اذا هل الخبر مؤكد منه هنا؟ خبر غير مؤكد منه، لماذا؟ لاننا صرفنا لو فيرب بوار او كونديسيونيل باسي. اذا طبعا نتكلم عن لو كونديسيونيل باسي ليفيد هذا الخبر الماضي الغير مؤكد منه. اذا نتكلم عن لو كونديسيونيل باسي، لو شوفور اوري تروبي اي سو سوري اندورمي او فولون، اي سو سوري اندورمي. ثم نتحدث ايضا عن لو فيرب سوندورمير، يعني فعل نام. لو فيرب سوندورمير انه مصرف ايضا في لو كونديسيونيل باسي، في لو كونديسيونيل باسي. الدليل على هذا سوندورمير اخذنا منه فقط لو بارتيسيباسي الخاص بي اللي هو اندورمي، ثم اسبقناه بلو كونديسيونيل بريزون دو فيرب اتر. اذا اقول ماذا؟ اي سو سوري اندورمي، عندنا لوكسيليار اتر او كونديسيونيل بريزون زائد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل سوندورمير اللي هو اندورمي. اذا لو شوفور اوري تروبي اي سو سوري اندورمي او فولون، ثم انه ربما نام. اذا يصبح المعنى هكذا، ثم انه ربما نام او فولون، يعني عند المقود، كما نقول الفولون مقود السياره. ايضا لو كونديسيونيل باسي الي اوسي يوتيليزي بور اكسبريمي ان روغري فيزافي دون اكسيون باسي. اذا هو ايضا يستعمل بور اكسبريمي من اجل التعبير عن ان روغري، يعني اسف، فيزافي في مقابل دون اكسيون باسي، مقابل فعل او حدث باسي ماضي. اذا نتكلم عن حدث ماضي ونحن نتأسف عن هذا الحدث، إذا طبعا هنا نستعمل لو كونديسيونيل باسي من أجل التعبير عن هذا الأمر. إذا أقول مثلا il aurait pu faire، il aurait pu faire l'effort de venir، عندنا لو فيرب بوفوار يعني استطاع، il aurait pu يعني كان يستطيع أو كان يمكنه، faire ليقوم أو ليفعل أو لينجز، l'effort de venir، l'effort يعني المجهود، de venir يعني للمجيء. طبعا عندنا لو فيرب فونير اللي هو اتى، دو فونير لياتي. اذا il aurait، il aurait pu، il aurait pu، il aurait pu faire l'effort de venir. المقصود هنا اننا نتاسف كونه لم يقم بمجهود لياتي، كان باستطاعتي ان يقوم بمجهود لياتي. اذا هنا نتاسف كونه لم يقم بمجهود لياتي. Il aurait pu faire l'effort de venir. هو كان باستطاعته أن يقوم بمجهود ليأتي. إذن كخلاصة نأخذ في الاعتبار جوري، هذا لو فيتور سامبل. إذن نتكلم عن أكسيون كي فا أفواغ ليو دون لافونيغ إي كي بريسك سارتان. إذن هنا نتكلم عن فعل أو حدث كي فا أفواغ ليو الذي سيكون له مكان، المقصود أنه سيكون له وجود وبالتالي سيكون موجودا، سيحدث بمعنى آخر. dans l'avenir في المستقبل. et qui est presque certain.
والذي هو تقريبا مؤكد إذن في الغالب أنه سيحدث. هنا نستعمل avoir في le futur simple. أقول مثلا j'aurai bientôt de nouveaux voisins, يعني أنا سيكون لي قريبا جيران جدد. J'aurai bientôt de nouveaux voisins. J'aurai bientôt de nouveaux voisins. سيكون لي قريبا جيران جدد. أو أقول مثلا j'aurai deux jours de congé la semaine prochaine. J'aurai deux jours de congé la semaine prochaine. أنا سيكون لي يومان من العطلة الأسبوع القادم. J'aurai deux jours. أنا سيكون لي يومين دو كونجي من العطلة لا سومين بروشان الأسبوع القادم. إذن كما تلاحظوا بأن جوري هذا لا كونجوغيزون دي فيرب أفوار أو فيتور سامبل. سي لا كونجوغيزون دي فيرب أفوار أو فيتور سامبل. جوري دو نوفو فوازان أنا سيكون لي جيران جدد. إذن كما تلاحظوا بأن أفوار أو فيتور سامبل متبوع باسم. مثلا جوري دو جور. J'aurai deux jours. سيكون لي يومان. عدنا لو فيرب avoir au futur simple ايضا متبوع باسم. لو قلت مثلا j'ai deux jours. طبعا اصرف لو فيرب avoir اللي هو نفس الفعل au présent. المقصود انا عندي الان يومان. انا اريد القول بانه سيكون لي في المستقبل وليس الان. اذا ساستعمل لو فيرب avoir au futur simple. اقول j'aurai deux jours. دو كونجي لا سومين بروشان. طبعا هذا على عكس جوري بأس. هذا سي لو كونديسيونيل سواء بريزون او باسي. اذا كان الفعل وحده هو المصرف في لو كونديسيونيل اذا هنا اتكلم على لو كونديسيونيل بريزون. ولكن اذا كان لوكسيليير هو المصرف في لو كونديسيونيل بريزون ثم زائد لو بارتيسيباسي اذا هنا اتكلم عن لو كونديسيونيل باسي. مثلا كما في المثال التالي J'aurais pu t'aider. أنا ربما كنت أستطيع أساعدك si tu me l'avais demandé. لو أنك أنت طلبته مني. J'aurais pu. J'aurais بهذا الشكل. إذا نتكلم عن لو كونديسيونيل وليس لو فيتور. إذا عموما كما قلنا بأن لو كونديسيونيل أنه يستعمل pour le souhait من أجل التمني pour l'hypothèse ou action soumise à une condition. أو أنه يستعمل من أجل ليبوتيز من أجل فرضية ما. عندما نفترض شيئا ما إذا نفترضه ونحن غير متأكدين منه. إذا ممكن أن لو كونديسيونيل يعني ليبوتيز نستعمله من أجل التعبير عن الفرضية. نستعمل لو كونديسيونيل من أجل التعبير عن لو سوي من أجل التعبير عن التمني. ليبوتيز من أجل التعبير عن فرضية أو أكسيون سوميز أون كونديسيون أو من أجل التعبير عن فعل ما سوميز أنه خاضع أون كونديسيون خاضع لشرط يكون خاضع لشرط كما رأينا في الأمثلة السابقة. نقول مثلا جوغي بزوا دو نومبروز بروف بور مون كونفانكر. إذا هنا عندنا لو فيتور سامبل ثم جوغي بزوا دو نومبروز بروف بور مون كونفانكر. هنا عندنا لو كونديسيونيل بريزون نفيد من خلاله الشك. ربما أنني أحتاج مجموعة دلائل لكي أقتنع بهذا. إذا نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.